صباح الخير عليك استاذ. صباح النور اخ احمد، اهلا وسهلا بك، شكرا على الاستضافه. نعم، بالبدايه يعني ابطالنا اللي دائما يعني حقيقه نفتخر بهم هم ابطال البارالمبياد، حد الان يحققون 4 ميداليات، هل من المتوقع من خلال متابعاتك انه يحققون المزيد من الميداليات في الايام القادمه؟ يعني اعتقد انه نجاح ابطال البارالمبياد في تحقيق اوسمه التفوق في بارالمبياد هانغشو امر متوقع جدا، لانهم سبق لهم ان اتلوا منصات التتويج والتفوق في العديد من الاستحقاقات السابقه، ومؤكد انهم سيضيفون للاوسمه التي تحققت حتى الان اوسمه جديده ان شاء الله. ان شاء الله. انت كنت موجود مع الابطال يعني في الاولمبيات الاخيره، لكن يعني جميع الالعاب اللي شاركنا فيها الاولمبيات خرجنا منها خالي الوفاض، برايك يعني هل هذا الشيء يعكس على ابطالنا في البارالمبياد؟ احنا حصلنا 3 أوسمة نحاسيه بالاسياد، اسياد هانغشو. نعم. يعني وهي نتيجه لا اعتقد انها كانت ملبيه للطموح، على اعتبار اننا اخفقنا في العاب كنا نراهن عليها كثيرا، كما هو الحال مثلا بالنسبه لرفع الاثقال او التجديف او حتى القوس والسهم. يعني الحصول على 3 أوسمة برغم المعسكرات الحديدة التي توفرت الرياضيين لا أعتقد أنها كانت مقنعة، حتى وأننا يعني هناك من يشير إلى أننا شاركنا بعد قليل من الرياضيين مقارنة بالمشاركات السابقة التي زاد فيها عدد المشاركين عن 100 مشارك. يعني كنا نطمح إلى أن نزيد غلتنا من الأوسمة على الأقل في الألعاب التي نتميز فيها كرفع الأثقال والتجديف والقوس والسهم وحتى العاب اخرى. نعم. طبعا احنا دائما بعد كل انجاز نتحدث يعني يحصل لاصحاب الهمم ابطال البارالمبياد، احنا دائما نذكر موضوع جدا مهم وهو موضوع الدعم. كيف من الممكن انه الحكومه بعد هذه الانجازات اللي حصلت في السنوات الماضيه واللي حتى اللي تحصل الان، انه هل يعني كيف انه يكون دعمهم بالنسبة للسادة المسؤولين في مثلا في البارالمبية من قبل الحكومة، كل المعنيين بالأمر، وزارة الشباب والرياضة؟ يعني سواء بالنسبة للأصحاء أو بالنسبة للأبطال الهمم أو البارالمبياد، يعني نتمنى أن يعني تسبق المشاركة في استحقاقات قارية وأولمبية وعالمية، يعني استعدادات مكثفة. احنا نعرف أنه اكو رياضيين في دول عربية ولا نقول دول أجنبية، هناك من يمضي سنوات في خارج العراق للتدريب من أجل أن يكسب الأوسمة في الدورات الآسيوية أو الدورات الأولمبية. يعني نحن لا نطمح إلى مثل هذه الحدود، نتمنى أن يكون على الأقل حدود دنيا من الدعم، يعني تمكن الرياضيين من تحقيق نتائج لافتة في مثل هذه الاستحقاقات. نعم، من أجل الحفاظ على رتم هذه الإنجازات، ما المطلوب من البارالمبية بعد هذه البارالمبيات؟ يعني أكيد إحنا طموحنا كبير، أبطال البارالمبيات بإمكانهم أن يزيدون غلتنا من الأوسم، وأعتقد أن الأيام المقبلة سنشهد يعني صعود العديد من الرياضيين إلى منصات التتويج، وعكس السلام الجمهور العراقي وهي حالة يعني يتمناها كل رياضي. نتمنى أن يوفق من لديه استحقاقات في الأيام المقبلة في تحقيق هذه النتائج وزيادة غلتنا من الأوسمة، وتحياتنا نعم. لكل الأبطال الذين حققوا حتى الآن أوسمة التفوق. نعم. وبينهم أبطال سبق لهم أن حققوا مثل هذه النتائج في استحقاقات سابقة، وبينها الدورة البارالمبية السابقة. نعم، طبعا تحياتنا لأبطالنا أبطال البارالمبية، وهذه الفرحة اللي دائما يجلبوها، احنا دائما نقول الأبطال الحقيقيين هم أبطال البارالمبية، رغم ما يعانون لكن تلقى عندهم الإنجاز موجود. أريد أرجع على موضوع الأولمبية بسؤال أخير أستاذ محمد، مشروع البطل الأولمبي اللي سمعنا به منذ سنوات طويلة، متى يتحقق هذا المشروع ومتى يتم العمل عليه بشكل جاد؟ يعني اعتقد احنا تاخرنا كثيرا في الكثير من المشاريع، ليس مشروع البطل الاولمبي، وحتى بالنسبه لمشروع البطل الاولمبي او المدارس الاكاديميه او غيرها، يعني كنا نلاحظ بين الفتره والاخرى بدايه مشروع للنهوض بالواقع الرياضي ومن ثم
يختفي هذا الموضوع، ثم تعاد الكرة مرة أخرى بعد عقد أو ربما أكثر. ونتمنى أن تكون هذه المرة يعني المشاريع المقبلة مشاريع حقيقية لا تنتهي بعد سنة أو سنتين ولأسباب غير منطقية. نعم الزميل الصحفي الأستاذ محمد إبراهيم، شكرا جزيلا لانضمامك معنا في صباحكم رياضي والحديث عن منجزات أبطال البارالمبيات، وكذلك دائما يعني نهنئ ونبارك للجنة البارالمبية هذه الإنجازات الموجودة، يعني احنا مو غريب عليهم، دائما يفرحونا، دائما عندهم إنجازات، دائما الذهبية والفضية والبرونزية تأتي من أبطال البارالمبيات. طبعا تحياتنا لجميع الوفد المشارك الموجود الآن في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية. طبعا لحد الآن 4 ميداليات، نذكر 2 ذهبية، 1 فضية، 1 برونزية. من المحتمل ومن لا أنا أقول من المؤكد أنه هذه الميداليات ستزيد وترتفع في الأيام القادمة، على اعتبار احنا أيضا مشاركين 12 لعبة.